السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم ايها المغاربه داخل المغرب، خصوصا الناس ديال المهجر، الناس ديال الغربه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى لكم الصحه والعافيه وطول العمر. مرحبا بكم. الحراقيه نايضه دابا داخل باركينغ، وكاينه اخبار جديده ومتنوعه، والحراقيه نايضه بناء النفق تريمي والمحطه الجديده. و بعض الناس كيتكلموا تيقول لك بالنسبه لهذه المحطه الطرقيه، فاخوتي راه ما كاين حتى شي خبر، شي هضره اللي كيقولوا في مواقع، بعض المواقع غادي تولي هي المحطه ديال تي جي في اكس، ما كاين حتى شي حاجه. محطه جميله ودشناها سيدنا انيقه، من افضل المحطات الطرقيه اللي كاينه في المغرب، وربما كتنافس حتى في افريقيا. ان اجمل ما رايت ومن اجمل ما شاهدت، كأنها غواصة نائمة. فالحمد لله، محطة رائعة وجميلة وموقع استراتيجي. إذا هيا بنا إلى الأمام. اليوم إن شاء الله غنشوفوا جديد وأخبار بناء محطة التي جي في والنفق المرافق له، والباساج كي اللي غادي يكون إن شاء الله ما بين بين السكة الحديدية من الجهة الشرقية والجهة الغربية. وكذلك غادي نشوفوا الجديد اللي كاين هنا في مرعاب تحت ارض السوسول، وغنشوفوا هاد الطريق هذه اللي غتخرجنا من حي الرياض شارع النخيل، وغادي ندوزوا تحت القنطره، عباره عن ممر تحت ارضي، وغندوزوا تحت هاد الطريق. غتكون الاشغال تحت هاد الطريق بحول الله، وغادي تخرج للباركينغ سوسول سوتيران مباشره. شي اللي كيفسر واحد المسألة، اجوا معايا نوريها لكم مشاهدينا الكرام. إذا لاحظوا معايا، لاحظوا هاد لي بارير، هاد الطولات هادو، خرجوا شي شوية على الجنب لأن الأشغال كاينة مباشرة تحت هاد الطريق. داكشي من أجل السلامة ديال المرة، باش ما ندوزوش من تما كيشكل خطر، داروا هذوك لي بارير من اجل السلامه ديالنا. وغادي نشوفوا الاشغال اللي غادي تكون لتحت، هذا هو التفسير مشاهدينا الكرام، لانه غادي يكون واحد الممر تحت ارضي تحت هذه الطريق هذه مباشره، وغتخرجنا للمرعاب ديال الخاص بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، وهذا المرعاب غيمشي مباشره طريق السيار حي الفتح. اذا الاشغال على قدم وساق، الحراقيه نايضه. إذا هذه مشاهد الأشغال العامة ممر تحت أرضي. إذا حاليا أشغال التهيئة، فين غتكون المحطة مشاهدينا الكرام؟ إذا المكان ديالها هو هذا، محطة تي جي في. إذا بداية الحفر من الجهة الغربية وكذلك الجهة الشرقية. الحراقية نايضة، لاحظوا معايا راهي لي بيل راهم خدامين تما. مشاهدينا الكرام، هذه هي الجهة للمشروع، لاحظوا معايا الحراقية نايضة. إذا هنا فين غتكون المحطة بحول الله، أشغال ديالها من الجهة الشرقية حي الرياض، هو هذا شارع النخيل. والأشغال ديال الممر تحت أرضي.
إذا لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، أشغال التهيئة جارية على قدم وساق، اللهم بارك. عندنا جوج ديال لي زونجان، جوج ديال لي بيل. إذا الشاحنات أمامكم، هذا هو المغرب مشاهدينا الكرام. أصبح كله ورشات، كله مشاريع تنموية، اللهم بارك. كذلك الأشغال الخاصة بالبنية التحتية، توصيل المحطة بالكهرباء والماء. هنا مشاهدينا الكرام قاعة المغطاة، قاعة الأولمبية للسباحة. هنا الباركينج الكبير إن شاء الله. إذن هذا هو الفضاء الخاص بالمحطة. كذلك القاعة الرياضية المتعددة التخصصات، فيها الكاراتيه، التايكواندو، كونغ فو، كوانكيدو فيتنام، وكذلك كرة اليد، كرة السلة. حتى هي انطلقت بها الأشغال ديال الإصلاحات، إنما غير الإصلاحات اللي كيدار ليا فقط. إذن هذا هو المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، مجموعة من المرافق الرياضية الخاصة بالمركب. إذا لاحظوا معايا الأشغال الخاصة ب إذن هكذا مشاهدينا الكرام كنحاولوا نقربوكم مرور التي جي في، وقريبا إن شاء الله غادي تبدأ، غتنطلق إزالة السكة. هذا هو الافتراضي، إزالة السكة باش إن شاء الله دوز الجسر من تما تحت النفق مباشرة. إذا لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام سير العام للأشغال، اللهم بارك. تحية خاصة لفريق اس جي تي ام، هو هذا سوسيتي جينيرال دي ترافو دي ماروك. الله يسخر، الله يكمل بخير وعلى خير. إذن مشاهدينا الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا أخوكم سيمو من قناة مشاريع المغرب، كنحييكم وكنقول لكم شكرا على المتابعة، شكرا على الاهتمام، شكرا على اللايك، حياكم الله. كنواكب معكم جميع تطورات وآخر أخبار ومستجدات البنية التحتية، خصوصا البنيات المهمة المتعلقة بالمواطن، وإحنا مقبلين على مجموعة ديال الإنجازات والاستحقاقات الكروية والاقتصادية والاجتماعية وأوراش مفتوحة كبيرة. إذن هذا أخوكم سي محمد من قناة مشاريع المغرب، يحييكم، إلى اللقاء أصدقاء.